يلا قرب واشتري تين، يلا التين المسكر، يلا التين المعسل، قرب اشتري ماما تين. التين الشوكي طلع اهو، اشتري لي انا نفسي فيه. ماشي يا بنت يا سوسو، تعالي لما نشتري. تعالي يا عمو يا بتاع التين الشوكي. اهلا يا حبيبتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. التين الشوكي ده بكام؟ الواحدة بخمسة جنيه. خمسة جنيه؟ ليه هو تفاح؟ احلى من التفاح يا مدام. ماشي يا ماما ماشي اشتري. حبيبي يا عمو يا بتاع التين الشوكي. اهلا. خد يا بنت، بقول لك ايه يا اخويا، انا هاخد الواحدة بجنيه. لا ما ينفعش يا مدام. ليه ما ينفعش؟ واحدة بخمسة جنيه. لا ينفع، ده انا زبونتك. لا ده انا أول مرة أشوفك، ما ينفعش. لا ينفع. ما ينفعش يا مدام. ماشي يا ماما ماشي اشتري. اسكت يا بنت، طب هاخد الواحدة منك باتنين جنيه. يلا يا ماما بقى أنا عايزة آكل. ماشي يا مدام، عشان أنا بس عايز أستفتح، لسه ما بعتش حاجة. بسم الله يا مسهل الحال يا رب. اتفضلي يا مدام. وأنا يا عمو. ماشي يا أمور. عمو ينفع أمسك واحدة؟ الشوك هيشوك لك إيدك، اصبري. إيدي زونتدا. يلا يلا. كم واحدة مدام ان شاء الله؟ طلع طلع لغاية ما اقول لك كفاية. مش حلوة، هات واحدة ثانية. حلوة مش حلوة. ترزقك يا مدام كل التين اللي جاي لك، جاي لك كبير ومسكر. بتاعتك حلوة يا بنت يا سوسو؟ لا يا ماما مش حلوة. هاخد واحدة كمان يا عم. ماشي. مش حلوة برضو. ايه هو اللي مش حلو؟ ايه؟ التين كله معسل. وحش قوي. وحش قوي؟ ايه هو اللي وحش قوي؟ التين معسل وزي السكر. شكلك التين كله بتاعك وحش ولا ايه؟ شكلها ياما بت. كمان يا ماما بتاعتي وحش، هات واحدة كده تاني يا عمو. مش حلوة خالص. بدي واحدة تانية. ماشي. هات واحدة من دول. ممكن يكونوا حلوين. ايه دي حمضانة. معلش خدي واحدة تانية. تين الشوكي وتين الشوكي. هي يلا يا عم انا جعانة. ما تنسوش يا اصحابنا حلوين تعملوا لنا لايك واشتراك في القناة. مين فيكم بيحب التين الشوكي يعمل لنا لايك؟ خدي يا عروس. هات واحدة كمان. ما وحش بتاكلي ليه؟ انت عمال الله اكبر بتحشي، دي رقم 8 اللي معاكي دي. وحش يا عم. ايه ده اللي ده رقم 8 كده؟ انا عايز 12 جنيه. هات واحدة كمان يا عم وادوق، ودي لو طلعت حلوة احنا هنحاسبك على كل اللي فات ده، مش ايه؟ بصي ما شاء الله التيم قد ايه؟ انت ازاي جايب تين كده كله وحش؟ ده
طب يا حبيبتي وحش اركني على جنب بقى انت شويه. طب يلا بينا يا بنتي يا سوسو. يلا يا ماما. ايه اللي يلا بينا ده؟ فين فلوس التين؟ طب احنا ندفع فلوس ليه والتين اساسا مش حلو؟ انت عارف كرتوه ده كله ولما هو وقع كلتوا كل ده ليه؟ انتوا بصوا واكلين قد ايه؟ ايه هو انت واكله انت وبنتك بتاع 20 تنايه لغايه دلوقتي تقولي لي وحش؟ ايوه ما هو مش عاجبنا، احنا كنا بس بندوق وبنستطعمه، ما عجبناش يبقى خلاص هندفع فلوس على الفاضي ليه؟ يلا يا بنتي يا سوسو. مفيش يلا يا بنتي يا سوسو، واكله 20 تنايه. يلا يا سوسو يلا. وجاي تقولي لي بس كنا بندوق، امال صلاه النبي لو عجبكم كنت هتاكلوا ايه؟ هتاكلوا 100 تنايه؟ هاتي يا مدام. يلا يا بنتي يا سوسو نمشي. هاتي يا مدام 40 جنيه عشان ما املكيش. انت يا مدام خدي هنا يا مدام هاتي فلوس التين، انا مش هسيبك تاني. عايز ايه؟ عايز 40 جنيه فلوس التين. لا طب احنا ليه ندفع فلوس في حاجه انت كنت بتقول عليها معسله ومسكره وهي ولا معسله ولا مسكر؟ معسل ومسكر وحلو. لا مش حلو، احنا دوقناه مش حلو. صح يا ماما عندك حق. يعني انت تدوقي 20 واحده وتقولي لي وحش؟ هو كده مفيش فلوس، يعني مفيش فلوس انا مش هدفع فلوس في حاجه يعني انا دوقتها بس هي طعمها مش حلو. ايه اللي انا بعد كده بقى خلي عندك ضمير وما تبيعش حاجه مغشوشه؟ الناس دي الناس دي لا حول ولا قوه الا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. انا اللي اقول حسبي الله ونعم الوكيل. كلتوا كتير ومش عايزين تدفعوا لي فلوسه منكم لله. ده لسه بنقوله يا هادي، لسه بنقوله يا هادي. احنا اللي بنقوله لله بقيت اللي بتدينا. روحي يا ست الله حنن عليكي بعيد عننا بقى، روحي توكلي على الله خلينا نشوف اكل عيشنا بقى. روحي مش كفايه اكلتي 20 تنايه منك لله؟ روحي روحي يا ست امشي يا ست. ما تجيبش دي المخشوش تاني. روحي يا ست ما تجيش هنا. انت عارف لو كان ده معسل او مسكر كان زمان اشتريت كل ده منك. زمانك حشيتي كل ده برضه. يلا توكلي على الله. واديتك ال 40 جنيه اللي انت عايزهم هاخدهم كلهم واديك 40 جنيه. شوف انت رايحه فين، شوف انت رايحه فين يا ست الله يصلح حالك. هاخدهم اديك ال 40 جنيه. شوفك نصابه يا ست. اديك ال 40 جنيه هديهم لك انا ماشي؟ هديهم بس بشرط تديني كل ده. يلا توكلي على الله من هنا يا ست. روحي يا ست الله يصلح حالك بعيد عننا. حسبي الله ونعم الوكيل. يا حسبي يلا يا بنتي يا سوسو. حسبي الله ونعم الوكيل منك لله. يلا يا سوسو منك لله. يلا يا ماما. المفجوعه والمفجوعه روحي توكلي على الله يا ست. مين المفجوعه؟ المفجوعه والمفجوعه توكلي على الله يا ست. مين المفجوعه؟ المفجوعه والمفجوعه اللي كانوا 20 جنيه ويقول لك التين التين مش عارف ماله، امال لو وحش كنت. يلا يا ست امشي من هنا يا ست. التين مش حلو وتين مغشوش. ما باين عليك. تلبسنا فيه ليه؟ ايه يا ما روحك شوف. روحي يا ست خلينا نشوف اكل عيش. عندها تسمم. اه روحي شوفي تسمم. اه اه تسمم. هو انتوا لو ناس عاديين كان زمانكم واقفين كل واحده واكله لي 12 تنايه ولا بتاعت شافت. يعني انت هتقشر التنايه دي. انت مالك انت؟ انت هتحاسبين. يلا يا ست اطلع الله من هنا. طيب استنى بس وانت لا ما شاركيش دعوه. انت مالك؟ امشي من هنا. يلا يا بنت هتطلع يا بنت. منكم لله. بس ادعوا لي حلقتي بقى.